طبعا امبارح كان فوز مهم في توقيت مهم للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجوله ال 14 لبطوله الدوري الممتاز. بكده بيرتفع رصيد النادي الاهلي للنقطه رقم 24 فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطه 12. طبعا كلنا بعد المباراه دي بننتظر المباراه القادمه للنادي الاهلي امام الاسماعيلي والمؤجله من الاسبوع ال 12 للدوري، وان شاء الله المقرر اقامتها على استاد الاسكندريه يوم 10 مارس المقبل، واكيد تمنياتنا كل التوفيق لفريقنا. زي ما قلنا مباراة كانت قوية، مباراة كانت سريعة من الفريقين، في ضغط هجومي مكثف يمكن أصفر عن العديد من الفرص المهدرة، مباراة تألق فيها حارس المرمى محمد الشناوي وأيضا خلينا نقول محمد بسام، لكن زي ما كابتن سامي قمصان قال مدرب الفريق طبعا الأول لكرة القدم قال هذا الفوز إعادة ثقة للفريق قبل مواجهة فيتا كلوب المقبلة في دوري أبطال إفريقيا. الفريق خاض المباراة وسط ضغط شديد واللاعبين بذلوا مجهود كبير وكانوا حاجة للفوز لاستعادة هنا الثقة من جديد، وبنوجه ليهم الشكر على الأداء البدني والخططي والتحلي بشخصية الأهلي والفوز في الوقت يعني القاتل. ولكن أنا عندي برضو نقطة صغيرة مش قادرة أن أنا ما أقولهاش، معلش. أنا بتفق جدا أكيد مع كابتن سامي قمصان، ولكن إحنا كنا متوقعين الحق يقال أن بعد الهزيمة من سيمبا هيكون في كده بداية شرسة في المباراة أمس، ولكن ما أعتقدش أن إحنا شفنا ده. شفنا ده من طلائع الجيش، يمكن بعد 25 دقيقة أو 20 دقيقة ابتدى الأهلي أن إحنا نشوفه بالصورة اللي إحنا كنا يعني عايزينها من البداية. على كل حال برضو إحنا مش هنحلل دلوقتي، إحنا ننتظر فقرة الضيف، ولكن دي حاجات بنقولها لأن بتتشاف بالعين زي ما بنقول المباراة. أكيد هنتكلم في التفصيله دي وفي تفاصيل غيرها كتير مع زميلنا الجميل الاستاذ خالد الاتربي، لكن ما فيش شك ان احنا امبارح واجهنا فريق قوي بيلعب بشكل مميز جدا، وده احتاج كمان الى جهد كبير من الجهاز الفني اللي بيعمل طبعا بشكل مستمر على تطوير الاداء عند كل لاعب من لاعبي الفريق الاول لكره القدم. طبعا كان في تعديلات فنيه اسفرت عن تحسن الاداء نسبيا وتسجيل هدف اللقاء الثاني في الدقيقه 90 كما عودنا النادي الاهلي. طبعا امبارح قال كابتن سامي قمصان جمله مهمه جدا، قال ان اي فريق كبير لابد وان يكون لديه حارس مميز، ومحمد الشناوي قدم مباراه كبيره ونحن محظوظون بما يقدمه، كما ان اجاييه ادى بشكل جيد. طبعا كلام حقيقي مليون في الميه، وبرضه هرجع اقول لحضراتكم هنتكلم في كل التفاصيل ان شاء الله في اخر فقره في حلقه النهارده. طيب احنا كنا اتكلمنا امبارح قد ايه كابتن محمود الخطيب بيكون مهتم وحريص ان هو يعقد جلسات مع طبعا الفريق. هو امبارح عقد كان جلسه مع الجهاز الفني واللاعبين قبل المباراه، وكان ليها اكيد دور كبير في دعم الجميع واعاده الثقه لعناصر الفريق بعد نتيجه مباراه سيمبا زي ما كنت بقول لحضراتكم، والظروف كمان اللي اقيمت فيها. الاهلي خلينا نقول مش بيقدم اعذار لاي نتيجه، الجهاز الفني بيعمل على تصحيح اكيد الاخطاء وتطوير الاداء وعلاج كمان السلبيات، لكن خلينا نقول مهم ان احنا نوجه الشكر لجماهير الاهلي اللي بتدعم دايما الفريق. يعني احنا دايما بنقول اه نفسنا كنا نفوز ونفسنا نشوف كوره حلوه، لكن في الاول وفي الاخر احنا معاك يا اهلي، دي مش هتتغير يعني برضه.